Donc, on va montrer ça et on est obligé d'utiliser هاي. OK. هيدي عايزتها وهي بدها تخلص منها وبدي اخلق الدلتا دو جي شي محل. اوكي؟ وين بدي اخلق الدلتا دو جي؟ شو الديفينيسيون؟ انا دو جي عايزتها. شو الديفينيسيون لا دلتا دو جي؟ دلتا دو جي سي كوا؟ ما بعرف اذا ذاكرين، سي لو دوغري ماكسيموم، اكبر دوغري. اوكي؟ دونك بدي اتخلص من هاي واخلق قد ايه دو في. طب شو الكومباريزون؟ الجراند دلتا دو، سوري دو جي. شو الريلاسيون بين دي دو في ودلتا دو جي؟ ما بعرف مين ذاكر. في كثير بايخه الريلاسيون بيناتهم. هيدي هو الدوغري ماكسيموم وهي هي الدوغري. حيالله دوغري. دونك شو الفرق بيناتهم؟ plus petit. Plus petit ou égal. فيها تكون égal. اوكي؟ دونك الديبار راح اكتبها. فيكم تكتبوها معي اوكي؟ لانه راح اعملها هلا على وورد انا وياكم. دونك الديبار قلنا شو؟ دو نحن رح اكتب دو او دو جي، رح كبر الخط كمان لحتى تشوفوه. دو او دو جي ما بدي ايغال نحن معنا الصم اوكي دو دي دو في دان هيدي سوري هلا هيدي مكتوبه مش ايطاليك مش كارثه سام دو دي دو في اوكي سوري ما راح اكتب الانديس فور تو وين في تان شي اوكي هيدا ديبار دونك هيدا الشيء معي مش انه ما معنا اياه لا معنا طيب قلنا صرنا نعرف الكومباريزون افر يا رجال دونك سام بتتبع ما في شيء لا بعد السام بس جو كومباري دلتا دو في بالجراند دلتا دو جي دلتا هي دوغري ماكسيمال دونك سام شو صار له دونك سام رح خليها سام بعدها بس هيدي صارت جراند دلتا دلتا دو جي اوكي متفقين شيء ولا لا؟ رح تهلا وي اوكي دلتا دو جي فيكس هيدا ما عم يتغير عم تعملوا له سم دو سم سم بلام سم هو زيت كم مرة كل هالمرات يعني هاي إذا بدكم فيكم طلبوا لبرات السم أوكي على في واحد دغري يعرف الجواب يحطها إذا ما كانت واضحة دغري عم بعملها إتاب بار إتاب يعني هالإتاب فيكم أنتم تقفوها اللي هلا عم بكتبها هيدي رح أكتبها بس تحت بعد مرة رح يصير عنا دو دو جي بس شوي تكون مرتبة آفر يور وي قال السم قلنا السم رح نطلعها على برا ويصير عندي هون سم دو ان طيب مين فيه يقول لي خلصت بعد في اخر اتاب هيدي شو هي؟ ان تريبيان لانه هن قالوا لي انه نحن عم نحكي عن جراف بوردر ان هن قايلين لي هيدي دونك هيدي السم منا الا ان دونك شو صارت الانيغاليتي اللي معنا دو دو جي بلو بيتي كو ان دلتا جي مظبوط دونك اذا بدنا هيك رجعت ما بدي دونك دو دو جي بلو بيتي كو هي صارت لنا ان دونك شو صار معنا صار في ينزل الان هلا ما بعرف اذا انتم ذاكرين شو كان السؤال بس كان هيدا هو زيت السؤال بس شير ان هاي كان السؤال. دونك أنا دو مونتري سا. دونك هاي دي كيستيون قطعة بارسيال ما بتذكر أو فينال ما بتذكر أمتين. يلي هي بس إنه برهنو التيرام يلي هو هلا عاملينه إي ديدوير دو دو جي. وبيهمني كثير تكون واضحة هيدي الفكرة عندكم السم. وأصلا رح نعملها بالتي دي كمان هلا اليوم. بس لنخلص من هيك. دونك إسكو سي كلير سو التيرام؟ وي. أوكي. بعد في هلا خلصت. Le deuxième corollaire, les degrés de V, sorry, le cardinal, يعني عدد السميات يلي عندهم degré impair مجبور يكون pair. هيدا شيء كتير هين يلي مفروض يكون شوي مفروض يكون هين لكم. تنشوف. نحن عرفنا إنه sum des degrés c'est quoi? Il est pair. Sum تبعتو les degrés. Okay؟ هيدا الكورولير اللي عنا هلا.
نحن بنعرف انه sum de tous les degrés sum de d de v مجبور يكون d de j اللي هو pair تما sum de degrés يا هن pair يا impair اوكي هيدي اللي عم بيقولوا لنا انه عدد السميات على دوغري امبير مجبور يكون بير هات لنعمل البروف دونك نحن بنعرف هيدا الديبار بما انه نحن كورولير قسمون سم دي دوغري بير بلس لا سم دي دوغري امبير اي بواتات بير اوكي يعني نحن هدول السميات قسمتهم مين عنده سمي دوغري بير حطيتهم وحدهم مين عنده دوغري امبير حطيته وحده Donc, شو صار الدجري أمبير؟ الدجري أمبير صار 2 أو 2 جي موان سم دي دجري بير. Donc, هات لنشوف لوين وصلنا. كلهم سوا بير. وهيدي لا سم دي دجري بير قد ما بدكم تجمعوا أرقام. إذا عددهم بير سم دي نومبر بير إلي بير. Donc, ça c'est pair. Et 2 أو 2 جي c'est pair. Difference de nombre pair مجبور يكون. شابتر عنه. أكيد رح يكون بير. لكن la somme des degrés impair مجبور يكون pair اوكي دونك somme des degrés impair مجبور يكون pair ما بعرف اذا دغري لوجيك بالنسبه لكم انه اكيد مجبور عددهم يكون pair ولا ما بتزبط ما بعرف اذا مجبور اذا لوجيك واضحه الخبريه خلاص هيك فيكم تكتبوا اذا لا راح اشرح شوي يعني انا عندي impair عم بجمع نمرات impair 5 + 5 + 5 + 5 + 5 قد ما بدكم ما بعرف قد ايه اوكي بس اذا بعرف انه السم فينالمون رح تطلع بير يعني مجبور هيدا العدد يكون بير ليه 5 + 5 هي بير وها بير وها بير كل اثنين رح يعطوكم بير دونك عددهم مجبور يكون بير لان اذا كان امبير اذا بعت فيهم 5 ولا ممكن السم تطلع بير هي دول 10 20 30 40 45 صار امبير ما بتزبط يعني عدد هيدول الارقام اللي انا عم بعمل لهم سم مجبور يكون بير هلا اخذت 5 يعني فيكم تاخذوا 5 1 3 7 نفس الشيء اذا شو بعد بدي اخذ بعدين 1 2 3 4 5 عندي 5 ارقام بير جمعهم مع بعض بده يطلع امبير ما راح يطلع بير بده يكونوا عددهم بير لانه كل 2 امبير واضح شيء اللي عم بحكي كل 2 امبير راح يعطيني بير ما في بروبلم دونك سم دي دو في الي بير شي نحسب انه في بير اوكي إذا عندي بيتر لا نو لو نومبر دو لو نو لا سام دو نومبر امبير اي بير سي لو كاردينال اي بير ولا ما بتزبط لانه عندي سام دو بيتر امبير كي اي بير بي مجبور يكون بير ما بعرف اذا واضحه او لا بس هيدي كلها كل هيدا الشيء فيكم ما تكتبوه دغري تحطوا لو نومبر دو سومي ا دوغري امبير اي دواتات بير اذا واضحه دغري بتزبط انه لو نومبر دو سومي ا دوغري امبير مجبور يكون بير عدد السميات ادوغري امبير الي بير يعني الكاردينال هذا السؤال لو كاردينال الي بير بس اسكو سي لوجيك ولا لا او عندكم كيسيون لنعمل الاكزرسيس 1 تي دي 1 اول شيء بعد ما فينا نحل ال 1 ولا ال 4 ولا ولا ال 5 بس ال 2 و 3 رح نحلهم 2, on peut construire un graphe de 5 sommets dont les degrés sont 4, 3, 3, 2, 1. Donc, haïda elna, non, les, mais bout fit nain à degré impair, ou nain à degré le même, bas haïda donc 4 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1, impair. OK? Donc, haïda awal soal. Faux, donc ça c'est l'exercice 2. Ou bède zido soal haddo, donc haïda c'est faux. وبدي تزيدوا كيسيون تاني ممكن لنا فوق لانه سامي لي بير هو زيتو حطوا بس 4 سم لو كانوا 4 0 3 2 1 شو بيطلع فري او فو لا سم هالمره بير بس ليه ما في جو بو با كونستروير ان يعني حطوا كيسيون اذا بدكم سبليمونتير ما عندي رقم لانه ما عندي دو ايجو مضبوط لانه ما عندهم اثنين نفس دغري دونك ساسي إذا بدكم exercice example 2 كنا نعرف الـ resultant اوكي رح نعمل partie 3 si j ai un graphe k régulier avec k entier impair donc v de g elle est impair هات لنشوف هون
عم نحكي عن كاريغليه بتذكر شو يعني كاريغليه وشو يعني كامبير وعم نحكي عن لو نومبر دو سومي في دو جي هيدي يعني لو نومبر دو سومي يعني لوجيكمان بما انه عم بحكي عن نومبر دو سومي مجبوره اعوز هيدا التيورام يلي كثير بينعاز يلي دو او دو جي سي لا سوم دي دوغري ليه بدي افكر فيها كاريغليه شو يعني يعني كلهم دوغري امبير اوكي كلهم يسون دو دوغري امبير وعند قد بعض معقولة عدد السميات تطلع أمبير شو بتقولوا رح يطلع فري أو فو بدي يكون فو بقدي كونتر إكزامبل بدي يكون فري لا بدي أعمل البروف بتقولوا معقول تزبط فيكن تاخدوا جراف كي تروا ريجوليه ويكون عنده سانك سمي مثلا ممكن يصير هيدا الشيء شو راح يصير السم دي تو لي دوغري نو نو لانه السم لانه السم دي دي دوفي سم دي دي دوفي شو راح يطلع راح يطلع 3 فوا 5 اللي هو 15 ولا ممكن اوكي يعني هيدا البارتي سي فو يا بتعملوا كونتر اكزامبل مثل هلا اللي عملته 3 فوا 5 راح اشوف انا هون شو كاتبه سوا دونك هون اذا هون عملت البروف كونتر اكزامبل كمان دغري سوا دونك هيدا اللي سي فو أو بتاخدوا عن graph 3 regulier k equal a 3 v دو جي مش معقول يكون أمبير آه لا في كذا بروف هيدي إنسول بروف خدنا graph 3 regulier يعني k equal a 3 قدي رح يكون عدد السميات 4 إلي بير v دو جي إلي بير يعني أنا أخذت هذا الإكزامبل 1, 2, 3, 4 Ce graphe, il est 3 réguliers. OK? 3 réguliers. Quel واحد منهم degré 3 ou il a nombre pair de sommets. عدد السمي هو pair. OK? Donc c'est faux. Donc هذا مش اللي كنت انا عم بحكي رح ارجع افرجيكم دوزيام. Donc ça c'est première méthode pour montrer que c'est faux. خدت exemple 3 réguliers وعنده 3 il est impair ou le sommet عددهم pair. Deuxième exemple اللي عطيته انا قبل. إذا قلت 3 ريجوليه وعنده 5 سمي هيدا الشيء ما بيزبط ليه 5 فا 3 كانس مش ضابط ما فيه يطلع السم دو في أو بروف جنرال سم دي دوغري سي دو او دو جي كي بير هاي بتقدي أوكي قلنا كا ريجوليه يعني كل دوغري قدي هو كا هاي مثل اللي عملناها قبل كورولير طلع كا لبرا شو بصير كا سم دي في سم دو 1 دونك شو طلع السم دو 1 كمان نفس الشيء اللي عملناه قبل سم دو 1 رح يطلع عدد السميات دونك ك فوا في دو جي سي دو او دو جي اور ك الى امبير دونك ها امبير الكا امبير وها بير يعني مجبوره مجبور الفي دو جي يكون بير اوكي هيدا هيدا البروف مثلا هيدا البروف لو نحن سالنا السؤال شو اذا ك اي امبير ك هعطيكم وقت رح ارجع لكم شو معقول نسال السؤال لحتى هيدا يكون الجواب يعني معقول نحن نسال السؤال شو سوا سي جي جراف ك ريغولييه افيك ك امبير الور شو لازم يطلع شو لازم اكيد نحن من ورا هيدا البروف شو تعلمنا دونك في دو جي بير مظبوط في دو جي مجبور يكون بير يعني هذا مثلا اذا سالنا هالاكزرسيس مونتري كو في دو جي بير كما فو مونتري كو بعدين كمان سالينه هذا السؤال اذا ماني غلطانه مونتري كو في دو جي الي بير بوركوا في دو جي الي بير الي اوبليجي دات بير ا كوز دو دو تيوريم اوكي قويت يعني دوزيام ميثود هيدا اللي هلا كتبناها هي جواب للكيسيون اللي هلا قلتيه كمان ايه اوكي يعني اذا كان فيه السؤال يكون سوا جي ان جراف كا ايغري افيك كا انتي بيير دونك في دو جي الي بير كيف بدك كاد في دو جي كيف بتغير هون البروف صارت هي هيدا هيدا يعني البروف انه بده يطلع بير الفو بقد ها الفو بقد كونتر اكزامبل ما ضروري تعملوا بروف يعني هيدي مش ضروري اذا كانت فو بس ضروري لو كانت بير يعني لو كان هيدا السؤال هيك بدها تكون فري
Et ça, c'est la réponse. OK. Hada ando shi soal? Docteur, la shi sam de... Oui. Les sam? Eh? Les sam ma hatayneha n. Ma hi n. Bas kdabta v2g. Eh, fik, ma t'had, fik et hatiya n. Donc, n est pair. Avec n, c'est quoi? Avec n, c'est le nombre de sommets. Fiquet hatia n, je rate. Ok, merci. Yanné, le v, par définition, c'est le nombre de sommets. N, c'est un mighty n, fiquet samil badike. Docteur, je vous jette ça, elle t'a à la partie 2. Elle t'a un nom, bada a te bad exemple. Et hon, elle est. Malachat. La ouais, zéro. هيك يعني حط نفس الكيستيون est-ce qu'on peut construire la même question les degrés sont 4 3 0 2 1 بيزبط ولا لا لا ليه هالمره سامبير ما انا امبير بس مش هيدا المشكله okay. المشكله انه ما في اثنين هنزيدهم داكو قال راح حط لانه ما في 200 عندهم ميم دوغري مزبوط لانه ما في اثنين ميم دوغري وي في حدا كمان سالني سؤال إذا كان عنا graph 3 regular مجبور النوم بده سمي يكون 4 لا فيك رح فرجيك الاكزامبل بالكور زمان ذكرى هيدا هيدا 3 regular كل واحد 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 etc بس إذا كومبلي إيه كومبلي غير شيء كومبلي إذا هو كل واحد 3 يعني مجبور يكون 4 هيدا صار كومبلي الكومبلي لأنه كل الأريتيات مجبورين يكونوا موجودين هذا يعني الكومبلي الريجولي ما ضروري كلهم يكونوا موجودين بس عددهم قد بعض بس سؤال انتريسون حبيت السؤال بس مجبور يكون بير مجبور يكون بير ايه هلا هلا عملنا البروف أصلا عملنا البروف طب إذا كا ريجولي بس الكا بير في شيء ريجولي لا خلص أكيد أصلا إذا كا بير وهو امبير الى 3 ريجولي وكا امبير ما في سوري وكا بير ما في مشكله لانه فيها تكون السام امبير فيه يكون عدد يا الله مش عم بفهم فيه يكون عدد السمي امبير ما في مشكله لان دوغريات اللي سون بير يعني راح اعطي اكزامبل اذا عندي 3 لا بدي اخذ نمبر امبير اوكي اذا اخذنا نمبر امبير 3 اوكي هذا الجراف كيف بدي اجرب اعمله هذول منه كاريجوليه بدي اجرب اعمله كاريجوليه صار 4 مش عم بيزبط معي كاريجوليه امبير وامبير ما عم بيزبط معي الجراف لحد هلا اذا عدد السميات امبير وهو كا أمبير ما بيزبط من أساساته إذا هو كا ريجوليه يعني دي هات لنعمل البروف راح أعمل البروف هيدا هو زيته إذا كانت أمبير والكا بير سوري عم بحكي شيء ما الإكزام كله مش ظابط ما فيه يكون هيك إذا هو تروى ريجوليه يعني خلص كا سي تروى إذا هيدا أمبير هاي بدها تكون بير إذا هيدي بير أصلاً النمبر دو سمي فيه تكون أمبير نتجرب إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة هيدا دو ريجولي بعد بدي أعمل هيك شيء هيدا تريانجل تريانجل كم سمي عنده؟ إلي 3 سمي 3 سمي لنوبر دو سمي إلي 1 بير بس إلي 2 ريجولي إلي بير دونك بيزبط ما في مشكلة إذا هيدي بير وعدد السمي 1 بير بتصير ظابطة هاي الفورمولا دايما هيدي أصلا توا تاتر توجور فيريفيي دونك إذا هالمرة الكا إلي بير فيه الـ V دو جي يكون أمبير. بوركوا أمبير فوا بير إلي أمبير. بير فوا أمبير سي بير. أوكي آخر إكزرسيس. دونك اليوم رح حط لكم السوليسيون تبع 2 3 بنرجع بعدين نعمل 1 4 5. آخر إكزرسيس هو
prouver que le nombre de graphes de n sommet est égal à 2 à la puissance. OK, ما راح اجاوب عليه دغري لانه بده بارتي قبل. مش بارتي انه راح اصمو للاكسرسيس شوي. سوري. اللي عم يحضر الفيديو بيكون انتحر. بيعمل زوم. زوم. اوكي. هون. سيت اكسرسيس. راح اعمله ايتاب بار ايتاب اول شيء. Démontrer, prouver que, donc il y a un exercice à l'année, prouver que le nombre de graphes de n sommet est égal à 2 à la puissance n, n moins 1 sur 2. On a un sommet, le sommet est ma ami de gagner, on a un graphe. Donc on est chouette à la commande à la fin. On a un des trois sommets, n'est-ce pas, trois sommets. Bah, ma bête, je vous solution. Et on a un des trois sommets. 1, 2, 3. Aouah, définition. Comment je définis un graphe? Je définis un graphe par le nombre de sommets, donc il y a bien dans l'exercice le sommet ou n fixe, ma ami d'ailleurs. Bas graphe ami d'ailleurs, à mon chou, comme graphe. Donc le graphe d'ailleurs, on a sa chou, ça a net l'aide de sommet, à sa chou d'ailleurs, on a sa l'arrête, yanni. Mais des choses, comme graphe différent, je peux faire avec trois sommets. Awa le graphe, fi am lo hai dans l'analyse de ton dempo, ni le mando, ou à l'arrête. Donc, hai da awa le cas. Tene ka, fi am lo. كمان سمي 3 غراف مع انسال الرات يلي فيو يا يكون هيك يا فيو يكون هيك لانه غير الرات اذا هيدا اذا هيدا رح افتح شوي بس لحتى تكون شوي واضحه اوكي نحن عم نشوف كم سمي في اعمل 3 سمي اوكي كم غراف ديفيرون جو بو فير 3 سمي والسميات هن ا ب س يا فيو يكون ولا الرات يا فيها تكون اي ارات جراف الثاني فيها تكون بس لارات ا ب هذا لو دوزيام اوبشن جراف الثالث فيه شو يكون بس لارات ا سي الجراف الثالث شو فيه يكون صرنا 1 2 3 الجراف الكاتريام شو فيه يكون نفس عدد السميات بس الارات ا سي الجراف 1 2 3 4 5 فيه يكون مع كم ارات هلا 2 ارات مثلا هي وهي بيرجع الجراف دونك هيدا جراف وهيدا جراف وهيدا جراف بس عم بعمل لهم سيركل لنشوف الفرق بيناتهم كم واحد صاروا هيدا جراف بعد في اعمل الجراف يلي بيكون فيه دو ذرات هالمره رح اخذ هي مع هي مثلا غير الرتات واحد بعد كمان تراسم ما شو مين بعد فيه يكون اثنين قرات هي مع هي حطينا كل الكيت لاثنين قرات إذا هيك أو هيك وآخر واحد شو كل الأردات يلي هو تريان كم واحد طلع 1 2 3 4 5 6 7 8 8 طلع أوكي دونك الفكرة بدي أشوف كيف عم غير الجراف حسب مين حسب لي زرات مش حسب السمي السمي هن فيكس دونك أنا إذا عندي جراف بس أوضح الفكرة على إكزامبل معين إذا عندي السميات يلي هن A B C بغير الجراف لما يتغير الاو دو جي الارات شو هن الارتات الماكسيموم معقول يكونوا اذا عندكم تروا سمي كم ارات لو نمبر د ارات ماكسيموم معقول يكونوا بده يكونوا كلهم سوا يعني الا بي ا سي هذا النمبر ماكسيموم د ارات وبس بعد في شيء لا كل الارات البوسيبل هن ا بي ا سي وبي سي اوكي كيف بغير الجراف حسب ما يتغير هيدا الارات شو اللي شو اللي سو انسامبل ان شاء الله تكونوا ذاكرين شو هو البي دو او ذاكرين شو البي دو او 102 شو البي دو او شو لي بارتي دو او يا بيكونوا فيد يا بيكونوا بس الاب يا بيكون بس الاس يا بيكون بس البي سي يا بيكونوا دو دو تروا ذاكرينه دكتور ايه قطش عند الواي فاي فيك ترجعي تعديلي من بس طلعوا ويت عم نكتبهم يعني اذا انت عندك سمي ا ب س شو الارات الماكسيموم بوسيبل هن كلهم اذا هو ا ب س اوكي اوكي يعني ماكسيموم في سمت. عندك 3 ارات هون بهالكا اوكي كيف الجراف بيتغيروا حسب لي بارتي دو او شو هن لي بارتي دو او هول نحن قبل رسمتهم كلهم سوا بس بالتفصيل الممل يا في ياخذ جراف مع فيد ارات ولا ارات يا جراف مع الارات ا ب بس
يا الجراف مع الأريت أسي بس، يا الجراف مع الأريت بي سي بس، يا الجراف مع الأريت أ بي أسي، يعني هاو اثنين سوا، الجراف مع أسي بي سي اتسترا. يعني عدد الجرافات هو حسب بس ال بي دو او سيتو. دونك نحن أنا لحل هيدا الاكزرسيس أول شي بدي أعرف شو هو الأو ماكسيموم، يعني أكتر عدد بوسيبل دو أريت في أعملهم، يلي نحن عم نحكي عن مين، وقت يكون الجراف كومبلي، وقت يكون الجراف كومبلي عندكم طول الزرات. وبعدين كم جراف ديفيران فيكم تعملوا؟ سي سا ديبان دو بي دو او. ما بعرف اذا انتم ذاكرين شو هو البي دو او، شو الكاردينال، شو عددهم؟ ذاكرين انه هن دو على بويسانس كاردينال دو او. كاردينال دو او صح. يعني كلها هيدا الاكزرسيس ساريدوي اه هيدا الشيء، سي دو كاردينال دو او افيك او شو؟ Tous les arêtes possibles. مشان هيك السوليوشن بالاكزرسيس اذا بنطلع بالسوليوشن كي دو على بويسانس شي، هيدا هو لو نومبر دو او دو جي ماكسيموم، اكبر عدد بوسيبل دو دارات. اوكي اللي هو بالجراف الكومبلي. دونك رح نعمل البروف. بعد شغله رح اعمل الاكزامبل لا 3 بس لتشوفوا بالكا يلي هو بايخ، يعني هيدا هو 3. اوكي ايه زوم رح يخلص بس مبدئيا نلحق نخلص دغري. دونك هيدا جراف عنده 3 سمي A B C. شو النمبر دارات ماكسيموم يلي هو بوسيبل؟ هون كم دارات ماكسيموم؟ 3. كيف عرفت 3؟ لانه كل وحده ماكسيموم رح يكون قد ايه عندها، يعني هيدا البوان كم فوازيناج ماكسيموم رح يكون عنده؟ 2. وهون عددهم 3. دونك هيدا 2 وهيدا معه 2 بسنهن زيتهم. دونك الاو دو جي قلنا قد ايه ماكسيموم الكاردينال تبعه؟ 3 صح؟ 3. اوكي دونك قد ايه البي دو او؟ 2 على بويسانس 3. يلي قد ايه؟ 8. يلي نحن رسمناهم قبل شوي صح؟ وي. اوكي دونك هي بس بدل الاو دو جي. هلا بس بعد هيدي تروح على جبناها كيف بدي اجيبها؟ بدي اجيبها بالكالكول ماتيماتيك لانه بلكي صاروا كاتر. طب بالكاتر شو بعمل؟ دونك هون في طريقتين لفكرهم، وحده بايخه كثير يلي هي بالكومبينيزون. يعني اذا انتم عندكم 3 سمي كم قرات في اعمل؟ لاعمل قرات بدي اخذ بس 2 سمي مزبوط؟ اذا باخذ 2 سمي منهم بيطلع لي قرات. اوكي إذا بتاخدوا 2 سمي بيطلع لكم قرات. كم قرات فيه؟ سي 3 2. يعني من أصل 3 سمي بدي أخد منهم 2 والأوردر نانترفيان با. ليه الأوردر نانترفيان با؟ إذا خدتوا هيدي القرات أو هاي القرات ما بتفرق. هيت لنشوف شو هي سي 3 2. سي 3 فاكتوريال سور 3 موان 2 فاكتوريال هي 1 2 فاكتوريال. دونك هي 3 فاكتوريال سور 2 فاكتوريال اللي هي 3. دونك ما بعرف اذا هي واضحه او لا، بس هيدا الرقم سي لو نومبر بوسيبل دارات. ليه؟ كيف بعمل قرات؟ جو دوا شوازير 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 دو سومي دو نابورت كيل بدنا نعمل دو سومي دو 3. دونك جو شوازي دو سومي دو 3، لو نومبر دو شوا بوسيبل سي سي 3 2، لوردر نانترفيان با. وخلصت. دونك نحن هون هلا بدي على كا جنرال. كا جنرال يعني وقتها عندي ان نمبر دارات. هلا انا دو سوليوشن، وحده دغري رح اعملها اللي هي سي ان دو، وحده براف بالتفصيل الممل. لو نمبر ماكسيموم دارات هلا مش ضروري رح ارجع احط لكم اياها اون لين بعدين السوليوشن اذا ما بدكم تكتبوها ما تكتبوا. Le nombre maximum d'arêtes d'un graphe de n sommets est obtenu quand tous les sommets sont adjacents les uns des autres. يعني من n sommets انا قد بدي اخذ 2. Donc c'est n2. شو هي c n2؟ عندي n sommets le graphe ما بعرف قد ايش هني. كم arête possible عندي؟ شو choix des arêtes؟ من اصل n sommets انا بدي اخذ 2 والordre n'intervient pas. ليه الordre n'intervient pas؟ هاي الأرات أو هيك ما بتفرق، يعني A B أو B A هي زيتا. شو هي سي ان دو؟ سي ان فاكتوريال سور ان موان دو فاكتوريال دو فاكتوريال. أوكي؟
الان فاكتوريال سور ان موان دو فاكتوريال شو هي؟ هي ان ان موان ان. دونك سي ان ان موان ان سور دو. هاي الميثود اذا عم نحكي الارانجمون مي سان دو او كومبينيزون، انه انا بدي لي نومبر دايركت بوسيبل، نومبر دايركت بوسيبل سي سي ان دو. خذي اذا بدكم تعملوا لا بروف فيكم تعملوا لا بروف، بس رح ما رح فوت عليها بالديتاي. رح نشوف لو نومبر ماكسيموم دايركت حيلا الدلتا دو جي سي انفيريور ايغال ا ان موان ان. هاي شايفينها مرة الماضي. دونك بور نابورت كال سومي لو دوغري سي انفيريور ايغال ا ان موان ان. دونك دي دو في ماكسيموم شو هو؟ اكيد هذيك الميثود اهي سي ان موان ان. دونك لا سوم دي دوغري دو في سي دو او دو جي. هيدي التيورام اللي هاتلت مره مستعمل. دونك شو عدد الاو دو جي ماكسيموم اكبر شيء؟ سي لا سوم سور دو، سوم سور دو حتى تجيبوا هاي. اوكي دونك قلنا ال دي دو في قد ايه عم ناخذها ماكسيموم يعني ان موان ان يعني ها سوم دو ان موان عيدينا كذا مره فينا يطلع على برا لانه ما خاصه بالسوم تطلع سوم دو ان. سوم دو ان كمان صرنا شايفين كذا مره سي ان دونك طلعت ان دومي ان موان ان. دونك او دو جي ماكسيموم سي ان دومي ان ان موان ان. سا فو دير كو او دو كان لو نومبر دارت دونز ان غراف كومبلي الي ان دومي ان موان ان. دونك ميثود ان شبنا قدي في أرد dans un graphe complet. يعني حتى إذا سألتكم والله montrer que de k n est un demi n n moins ah هذا هو ال proof. سأل أول مش ضروري مش ضروري ها خلاص. d de v il est هيك ببلش ال proof. d de v elle est n moins un لأنه أنتو graphe complet وبتكفوا. donc ça c'est le nombre d'arêtes dans un graphe k n. أو بكل بيا خيال إلتا أنا اللي هي c n deux. طلع معنا لو نومبر دو شوا بوسيبل تبع او دو جي. لو نومبر دو شوا بوسيبل تبع او دو جي سي ان دمي ان ان موان. دونك شو سي كوا لو نومبر دو غراف؟ قلنا لو نومبر دو غراف سي 2 على بويسانس كاردينال دي زارت، يعني سي 2 على بويسانس هيدا الشيء. اوكي دونك اون بس مشروح البارتي لي غراف دو ان سومي ديفير لورسكو اون شوازي ان او دو جي ديفيرون. دونك لي سومي سون لي ميم، سو كي شانج سي لي زارت. Puisque le cardinal des parties de E, c'est 2 à la puissance, donc le nombre de graphes est 2 à la puissance. Donc, je vais dire que la méthode 1 est calculatoire, ou le graphe, ma la probabilité, ou le dénombrement, ou le dénombrement, ou le degré directement, c'est N2. Parce que les deux, bien tout compte, le nombre d'arêtes, il est possible dans n'importe quel graphe de sommet M. OK? Fiche question. Voilà.